لقب جديد يضاف إلى خزائن مصالح عار العرب. أيوة، لقب استحقه محمد صلاح عن جدارة واستحقاق. محمد صلاح اللي النهاردة بينشر أو بيتنشر له الصور بقرون الغزال، بقرون، بس تصدق يا مو القرون لايقة عليك قوي، وباحتفاله بالكريسماس وانه رايح مستشفيات لأطفال في إنجلترا عشان يقدم لهم هدايا الكريسماس. ما أجمل إنسانيتك يا مو، إنسان بمعنى الكلمة، بس أما كان أولى أن تفعل ذلك مع أطفال غزة؟ أطفال غزة إن مش لاقين يأكلوا، أطفال غزة اللي بتتنشر لهم صور، وأطفال مسكين حلل مستنين دورهم في الأكل. ما حركش فيك مشاعر؟ ما هزكش؟ لا، أطفال إنجلترا اللي هزوه وأعياد الكريسماس هزته. الأديان كلها مقدسة، الأديان كلها مقدسة يا شباب. مو عار العرب، والله تستحقه عن جدارة واستحقاق. كل مرة الناس اللي بتدافع عنك بيحاولوا يقولوا يا رب ما يطلعش يفضحنا تاني، بس كل مرة بتطلع تفضح نفسك وتفضحهم. ده إذا بوليتهم فاستتروا. يا مو يا راجل يا راجل، ده أنا ما شفتكش ماسك خروف في عيدنا وبتطلع تحتفل إنك تذبحه. لا أكيد أنت خايف على مشاعر الناس الفيجيتاريان اللي بيقولك فاش نذبح إنسان. يا مو إنسان يا راجل يا راجل، اتقي الله اتقي الله اللي شهرك. على فكرة في فلسطين ناس نصرتك وقفت وراك وسندتك وكانت نفسها أولادها يبقوا زيك، بس اكتشفوا إنك فقاعة ولا ليك أي لازمة. أنت فلاح أبهرتك أضواء المدينة، ما بالك بأضواء إنجلترا. محمد صلاح يوم عن يوم يثبت أنه عار للمسلمين والعرب. المفروض اتعلم من اللي كان نفسك تلعب معاه وتتصور مع أبو تريكة، اتعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. والمشكلة إن الابتسامة مالية وشه. يا راجل اتكسف على دمك، يا راجل حس على دمك، حس على دمك. ده لو عندك دم، ده الواحد بيبقى مكسوف يضحك، ولا بيتفرج على ماتش كورة بيبقى قاعد مش عايز يحتفل عشان اخواته في فلسطين. يا راجل خل ده عيالي اطفال، اولادي 11 سنة و 8 سنين لما بيسمعوا وبيشوفوا حد بيحتفل بحاجة بيحتفلوا. الناس ما عندهاش دم عشان اللي بيحصل في فلسطين. أطفال مش واحد شحط. بس الواحد يقول ايه؟ خلاص، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الناس اللي هتطلع تدافع عنك أو لاعقي حذاء محمد صلاح بمعنى أدق، اسكتوا ويعني اسكتوا واستخبوا عشان الوضع وحش. الوضع وحش قوي. هو ما بيتكسفش على دمه. هيقول ربنا ايه لما يقابل ربنا وبيحتفل بالكريسماس، بيحتفل باعياد الغير مسلمين اللي هم بيحتفلوش باعيادنا؟ انت عايز تراضي مين؟ من ارضى الناس في سخط الله سخط عليه الناس، سخط عليه الله. والله ما هيرضوا عنك، والله هيسخطوا عليك عشان ربنا سخط عليك. مش دايما
يموم يعار العرب، مش دايما سنتين تلاتة وهتبطل هينسوك هناك خلاص، ولا هتروح تلعق حذائهم برضو عشان ترضيهم. طول عمرك مالكش موقف ولا هيبقى لك موقف، وكره ليك مش من فراغ. والله انا بفتخر بكره ليك زي ما بفتخر بحبي لأبوتريك. انا بتقرب الى الله ببغضك، لانك اللي بتعمله ده لا يرضي الله. ربنا يرحم شهدائنا في غزة، ويرحم أطفالهم وشهدائهم، وربنا يصبرهم. يا إما تعيش، التاريخ سيخلد من كان رجلا ومن كان مو صلاح. سلام.